في ملعب أتلتيكو مدريد. الآن صامويل إيتو وحتى هيلدبراند. شافي مرة أخرى يقوم بدور المنقذ في الدقيقة 3. شافي يقوم بدور المنقذ بالتعادل. أخيرا البرشا حتى في هذه اللقطة تدخل هيلدبراند لكن المنقذ بدأ في المباريات الأخيرة في الدوري. المنقذ في اللحظات المثيرة في مباراة المثيرة في الأداء مثير لهيلدبراند. لاحظ صدها حتى هذه اللقطة صدها هيلدبراند رفضها من صامويل إيتو صدها وصلت إلى شافي المتابع اللي يرسل له كرة طويلة وبالتالي تعانق شباك هيلدبراند في الدقيقة 3 للوقت بدل الضائع. برشلونة ما يسجل هدف الفوز ولكنه يحقق هدف التعادل وبهذه الوضعية وبهذه الفرحة كأن برشلونة محقق هدف الفوز ولكنه واقع الحال أنه بعد عمل كبير جدا يكون هدف التعادل بمثابة هدف الفوز. لأن لاحظ ردة الفعل من الجماهير من فرانك ريكارد هنا.